جميلة صافية رائعة جميلة أجواء جميلة منتظر كرة قدم ممتعة اليوم ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين يكون فيها أهداف فيها متعة فيها إثارة فيها مستوى عالي فيها كورة نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات والفرصة خطيرة روعة 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 الكرة في المرمى يا هي البداية التي كان يريدها بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب تؤكد قيمته تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بياك بيلينغهام ملعوبة بشكل جميل تحرك بشكل رائع وعرف كيف يكسر التسلل لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك يلعب كرة بينية خطيرة هنا يا سلام على كرة في الشباك يوم كبير جدا عادوا ليسجلون مرة أخرى أي تألق في مباراة اليوم أي روح عالية أي قتالية هدفين مرة أخرى في غضون دقائق تمهل تأني في الكرة وبعد ذلك أتم النهاية أيترك مثل هذا أمام المرمى يا له من خطأ كبير على الدفاع ارتكبوا هفوة بترك المهاجم الهداف أمام الشباك وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف والدفاع يبعدها هل تمر الكرة كيزاب والتسديد خيبة أمل لكنه في الأخير فشل وهنا الخطأ والحكم يحتسب كيزاب البينية حلوة الآن يبعد الكرة إلى بر الأمان تمريرة جميلة تمريرة جميلة الآن فان دايك يبعد الكرة عن المناطق مع الضغط ينجح في استعادة الكرة وهذه رمية جانبية مارادونا إلى أين هذه التمريرة؟ لعبة رائعة الآن فينيسيوس جونيور تدخل غير عادي ويقطع الكرة تمريرة بدون تركيز بيلينغهام كان في المكان المطلوب لكنه لم يتمكن من ترجمة الكرة لهدف هيرنانديز يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب يستقبل كرة في وضعية ممتازة تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب والبينية تبحث عن المنطلق لمسة بينية يحاول تمريرها من بين المدافعين واحد على واحد هذه فرصة جول والآن نهاية الجزء الأول من هذا سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف مومباي سيتي عند الأفضلية بالتقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول تتواصل المباراة مجددا أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني بالرأس الآن أي تألق أي مدريد ممكن يستغل هذه الفرصة الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى يا سلام على هذا الاعتراض يرسل كرة بعيدة عن مناطق الخطر بينية رائعة باص سيء لم يكن بشكل جيد في لقطة ماضية بيلينغهام مومباي سيتي عند أفضلية هدفين من الشوط الأول ومرة ثانية والكرة تعانق الشباك الله على هذا الجنون
على هذا الجمال. موقع سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. رافائيل لياو، فيدريكو كيزا، كيزا لعبة رائعة داخل منطقة. كان من الضروري التركيز في الإنهاء مثل ما فعل في التحرك من أجل هذه البينية. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يحاول أن يلعب كرة بينية، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة، يمر ويلعب كرة بينية، بينية جميلة، مساحة كبيرة أمامه، كرة جول يمكن استغلالها. مومباي سيتي يحصل على الكرة مرة أخرى. رافائيل لياو يلعبها في المساحة. مومباي سيتي بدأ يشعر بالخوف في رأيي، لأنه بعد تقدم مريح الآن يبحث عن تعزيز تقدمه أو على أقل تقدير المحافظة على هذه النتيجة. تمريرة بدون عنوان، لا يفقدون الأمل. في الدقائق الأخيرة ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. يلعبها لمنطقة الخطر، مهارة غير عادية تظهر هنا، فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. رودريجو، كيليان مبابي، لا يمكن إهدارها. سيتم إجراء تغيير، تمريرة كانت سيئة للأمانة. الآن فرصة لهجوم معاكس، الخطورة الآن في الجانب الآخر. ممتاز في التمرير، قد تكون هذه فرصتهم. نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا. هيرنانديز يبعد الكرة، بينية رائعة. محمد صلاح يتدخل ويقطع الكرة، توقع ممتاز، يمكن يسجل. الله على إيدرسون، يوقف الكرة. أليساندرو كوستا كورتا، عينه على الكرة دائما هنا.